التقى وزير الخارجية عبد الله ليحيى اليوم مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا الدكتورة رولاتشتي، وتم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز التعاون الوثيق القائم بين دولة الكويت والإسكوا على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية متعددة الأطراف، ومناقشة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية وآفاق العمل المشترك بين الجانبين في هذا الإطار.